أهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. إذن اليوم هو الأول من نيسان، يصطلح بهذا اليوم على أن يسمى بكذبة نيسان أو ضحايا نيسان. في أوروبا أيضا يسمون بهذا الاسم، يسمون هذا اليوم بهذا الاسم. على أي حال، يعني الكذب بثقافتنا، بديننا، بمجتمعاتنا ليس مستحبا، بل هو من الكبائر. فإنه يكون في يوم ليحتفل بالكذب، أعتقد أنه مستهجن كثيرا. ما بنعرف إذا هذه الظاهرة بعدها مستمرة. أنا بشوفها خفانة شوي عن بجوز 10-15 سنة قبل، ولكن سنتحدث بهذا الموضوع أكثر مع دكتور خالد سعودي، وهو أستاذ المناهج في الجامعة الأردنية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا سمر فيك دكتور خالد. أهلا فيك وشكرا لك وللتلفزيون الأردني على هذه الاستضافة. أهلا وصباح وسهلا. الصدق والمحبة والفرح مع أمطار الخير لجميع المشاهدين من الأخوة والأخوات. الحقيقة 1 نيسان، 1 أبريل أو كذبة نيسان، يعني ممارسة قديمة في كثير من دول العالم، واعتاد كثير من الناس الاحتفال بهذه الممارسة أو بهذا المعتقد، لكن بطريقة غريبة شوي هذه المرة. ويمكن هذه الاحتفالات شعبية وليست رسمية. اعتادوا الاحتفال من خلال إطلاق الإشاعات والأكاذيب والطرائف ربما والطرائف والنكات والخداعات في كثير من الأحيان. الإنجليز يطلقون على هذا اليوم يوم جميع الحمقى والمغفلين. الحقيقة يعني يمكن صعب استسقاء أو نستقصي تاريخيا هذا اليوم، لأنه لا يوجد أصل يمكن البناء عليه. كل شعب له عاداته، له عاداته وتقاليده في هذا الموضوع. لكن الحقيقة ما يهمنا في هذه الظاهرة هو ليس الاستقصاء التاريخي. هذه الظاهرة الحقيقة عابرة للتاريخ، عابرة للجغرافيا، عابرة للقرون والقارات، وليست مختصة بيوم واحد. وليست يعني مختصة بيوم واحد يوميا للأسف. الحقيقة ما يهمنا هو التراث المرتبط بهذه الظاهرة، القيمة التي تسربت في هذه الظاهرة، وهي قيمة خطيرة جدا، وهي قيمة الكذب. والكذب كما تعلمين هو تزوير للحقائق، هو تغيير للكلام. صحيح. الكذب هو جحود، هو محو، هو نكران للحقيقة. وأنا دائما بقول لا شيء أظلم من الحقيقة مثل الكذب، لا شيء يظلم الحقيقة مثل الكذب. الحقيقة الكذب سلوك اجتماعي ممقوت، خطير، خاطئ، مرفوض، مرفوض فطرة، مرفوض دينا، مرفوض عقلا، جميع الشرائع، إنسانياً، جميع الأديان إنسانيا حرمت الكذب. طبعاً. لا أحد يقر أن في ديانة على وجه الكرة الأرضية ولا في إنسانية على وجه الكرة الأرضية تقول بأن الكذب هو شيء مستحب. هذا شيء يعني متفق عليه كل صحيح. الشعوب. يعني ما يحدث في 1 نيسان الحقيقة هو المضحك المبكي. أنا دائما بقول 1 نيسان هو بدء موسم الربيع، هو بدء ظهور المناسبة. هو بدء ظهور الـ 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 البراعم وتفتح الزهور. بالزبط. الحقيقة أن نلبس هذه الأرض التي ارتدت حلة خضراء جميلة، أن نلبسها عباءات من الكذب، أن نلبسها قناعات من الافتراء. شهر جميل، أخضر، مليء بالفراشات والازهار. صحيح. كل ما هو علاقة بنيسان بالكذب اعتقد انه حرام ظلم لشهر نيسان. يعني أن نلبس هذا الجمال، أن نلبسه أقنعة وعباءات، وأن نملأ فضاءاته ب يعني الخداعات وهذه الإثارات غير المحببة احيانا. نعم. هذا شيء الحقيقة خطير. احنا راح نحكي عن الكذب كظاهرة اجتماعية دكتور خالد، يعني بما انه اليوم يصطلح بانه هو يوم للكذب، نحكي عن الكذب قد ايه، يعني شو اللي بيخلي الكاذب يكذب بالنهاية؟ يعني ما هي مواصفات الشخصية التي تكذب باستمرار؟ لماذا تكذب؟ ما الذي يدفع الناس للكذب؟ يعني احنا بنعرف انه ليس فينا شخص إلا ويكذب، يعني عشان من الكمال. صحيح. لله سبحانه وتعالى. بس في ناس عندهم هاي الظاهرة بشعة للغاية وواضحة ولا يستطيعون التخلص منها كظاهرة مرضية، لماذا؟ هو الحقيقة يمكن قبل ما نجيب عن سيكولوجية الكذب، خلينا نتحدث بهالمناسبة أنه يعني في 1 نيسان يحاول كثير من الناس أن يلبس هذا الكذب، أن يلبس هذه القيمة الفاسدة، القيمة القبيحة، أن يلبس هذا الداء الخطير، ألبسة وقناعات متعددة أحيانا تحت مسمى الضحك، تحت مسمى المتعة، تحت مسمى التسلية، تحت مسمى المزح، تحت عناوين كثيرة، المقالب بلغة الشباب ولغة الجيل، يعني بدنا نعمل في فلان مقلب. الحقيقة كل هذه العباءات
لا تغني عن الحق شيئا. الكذب داء خطير، والكذب هو الكذب. صحيح. الكذب لا يوجد كذبة بيضاء وكذبة صفراء، لا يوجد كذبة نيسان وكذبة إلى آخره. الكذب كله الحقيقة أسود. الكذب كله أسود. نعم. إن كان له لون. نعم. والكذب إن كان له رائحة فرائحته كريهة، وإن كان له طعم فطعمه علقم وطعمه مر. الحقيقة حتى يعني إذا بنرجع لديننا الإسلامي نلاحظ أنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. في الحديث النبوي: إياكم والكذب. دعوة أولا إلى الصدق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نعم. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. هنا المسألة تحري الكذب، استسهال الكذب، محاولة البدء بزيادة الكلام، الانقاص من الكلام، المبالغة، عدم التحري، عدم الدقة. المبالغة هي شكل، وجه آخر من أوجه الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا. حتى سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. يا سلام. في لحظة معينة، إذا جاز للإنسان تحت ضغط قد يكون بخيلا، نعم، قد يكون تحت ضغط غريزة التملك، غريزة الحياة، أن يجبن أحيانا، أو أن يعني يبخل أحيانا، فإنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يكذب، لأنه لا غريزة تحمله على ذلك، ولا تجتمع صفة الإيمان مع صفة الكذب نهائيا. أبدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. هذه صورة من صور النفاق. حتى الإنسان عندما يقدم له طعام ويقول: لا أشتهي، وهو يشتهي هذا الطعام، فقد كذب، بل جمع بين الجوع والكذب عندما يقول: لا أشتهي هذا الطعام، وهو فعلا يعني يشتهيه. دكتور، يعني نرجع للسمات السيكولوجية للكاذب. يعني هل هي لا أعرف، يعني هل هو يريد أن يعيش في عالم غير عالمه؟ هل هو عنده عقدة نقص معينة؟ هل يستلذ بتعذيب الآخرين بإخفاء الحقائق عنهم؟ ما هي سمات الشخص الكاذب؟ الحقيقة كل ما ذكرته هو صحيح. دوافع الناس للكذب كثيرة. بعض الناس يكذب تحت ملامح اجتماعية وتحت ملامح الرجولة. يعني في الـ في الـ في الـ في الأثر الاجتماعي، وفي الموروث الاجتماعي. وهي على فكرة في بعض الأمثال الشعبية أنا أعتقد أنها ضربة في خاسرة القيم، عندما يقال أن الكذب ملح الرجال. لا والله، ما هذه خطيرة. يعني بعض الناس يعني يذهب اليوم بصراحة، وسأتحدث أكثر صراحة، نحن بحاجة إلى يوم للصدق، يوم الصدق العالمي، وليس يوم الكذب العالمي. صحيح. بعض الناس يحلو له أن يسمي هذا اليوم عيد الكذب. الحقيقة نحن في زمن الكذب الماطر. نحن في زمن أصبح كثير من الناس يكذب فيه في أدق تفاصيل حياته. يكذب الكذب بين الرجل وزوجته، الكذب بين المعلم والطالب، بين الصديق وصديقه، الأولاد على بين الرئيس والمرؤوس، بين الدول تكذب على بعضها البعض، الدول تكذب على بعضها البعض، وفي تزوير للحقائق. نحن اليوم نعيش يعني الكذب يحاصرنا في علاقاتنا، في معاملاتنا، وللأسف حتى بعض الناس لا يشعر بوخز الضمير تجاه الكذب، لا يشعر بحالة من القلق والتوتر وهو يكذب حتى اعتاد أن يكون كاذبا. المسألة تتعلق بالتحري. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. يعني بعدين مش غلط نقول ما بنعرف، إذا في معلومة ما بنعرفها مش ضروري نكذب عشان نبين شاطرين وكويسين وبنفهم ومتعلمين. يعني صحيح. كمان هاي واحدة من الأشياء، قد يكذب الإنسان ليظهر بمظهر المتعلم والمثقف والجذاب بالنسبة للآخرين. يعني كل ما كذب أكثر كل ما بيعتقد أنه قديه الأثر النفسي هو، لو بيعرف الكاذب قديه هو مؤذي، كم صحيح. هو مؤذي للآخرين اللي حواليه اللي بنكذب عليهم، أعتقد أنه راح يغير رأيه. يعني لو هذا الكذب مورس عليه نفسه صحيح. أعتقد أنه سيتألم كثيرا. صحيح. كم الأثر النفسي على الناس اللي خلينا أقول مضحوك عليهم، مكذوب عليهم، قد إيه بيكونوا فعلا متألمين، خصوصا من أشخاص يثقون بهم. دكتور صحيح. أنا في يعني في موضوع تحديدا، يمكن مثل ما تفضلت أنه في موضوع واحد نيسان، الحقيقة بدأت تختفي هذه الظاهرة حد ما بسبب انشغال الناس، لكن أنا دائما بتحدث عن عنصرين في واحد نيسان، أو عن عنصرين في الكذب بشكل عام. العنصر الأول وهو المرسل وصناعة الكذب، والعنصر الثاني وهو المتلقي
وضحية الكذب. العنصر الأول وهو المرسل وصناعة الكذب. في كثير من الناس يستخدم ذكاؤه وفطنته وقدراته واستعداداته ومهاراته وكفاياته بيستخدمها في صناعة كذبة لا تخطر على بال أحد، وتحت طبعا عنوان أنه اليوم مهما رويت ومهما حدثت عذرك معك، يعني لك أن تتحدث ولك أن تقول. صناعة الكذب خطر على بال كثير الآلة الإعلامية العالمية. صحيح طبعا، تلفزيونات الفضائيات خصوصا الإخبارية هذا صناعة السبب. الكذب صارت صحيح، ولهذا السبب أحيانا يقوم الإعلام بعض الإعلام بممارسة دور التشويه والتضليل وصناعة اختلالات كثيرة في المجتمع وفي قيمه، إلا أن الإعلام الملتزم الإعلام الجيد هو الإعلام الذي يضع اليد على النقاط الساخنة، مثل هذا اللقاء الجميل عندما يركز ويؤكد على هذه القيمة الفاسدة أو يؤكد على القيم الفاضلة. الحقيقة يعني موضوع الكذب أحيانا يعني الناس الذين يكذبون في 1 نيسان إما يكون مضمون الكذبة إيجابي يضرب لك على وتر الطموح والأمنيات والأحلام، بقول لك في زيادة راتب، حصلت على جائزة إلى آخره، أو يضرب لك على وتر الآلام والأوجاع. يعني أنا أستذكر قصة ذلك الرجل الذي يريد أن يختبر حب زوجته، فيقول لها أنه أنا خطبت وجهزت البيت وأريد أن أتزوج عليك، يعني ثم يعني تفاجأت وخرجت من المنزل وغادرت وتأثرت. أو ذلك الشاب الذي قال لأمه يوم انتهاء الامتحانات أنه أنا رسبت في الامتحان. وتفاجأت الأم وأنا لن أتخرج، تفاجأت الأم ونقلت على أثر ذلك إلى المستشفيات. لازم نراعي كثيرا لما واحد بده يعمل مقلب ولا كذبة ولا مزحة، بده يراعي أنه مش كلنا أصحاء، في ناس عندهم أمراض في القلب، في ناس مشاعرهم لا تحتمل، في ناس ممكن يصيبهم انهيار عصبي. فأعتقد أنه الحذر واجب في هذا اليوم، وليت أيامنا فعلا زي ما قال دكتور يكون عندنا يوم منعيد فيه ونحتفل فيه بالصدق. بدي أشكرك دكتور خالد، أنا دائما بكون مستمتعة ولكن الوقت يداهمنا دائما. شكرا دكتور خالد سعودي على وجودك معنا هذا الصباح. شكرا. واحنا اعزائي بعد فاصل نرجع لكم نتابع معكم فقراتنا، ابقوا معنا.